الزميل الاعلامي اللي كان يطرح في الحقوق على موضوع ليلى بيض او الشابه السوسياتيشي المطوله تدري صناعه الحديد والمجوهرات عن جريده العمق المغربي الالكترونيه. جائزة المرحوم عبد العزيز الابيض اللي كتندرج ضمن فعاليات مهرجان تيميزار للفضة بتيزنيت. هذه السنة احنا في لجنة التحكيم احنا في الدورة الأولى اللي هي واحد الدورة تأسيسية، توصلنا تقريبا بأزيد من 30 مشاركة اللي من خلال هذه المشاركات من جميع الأصناف الإعلامية، صحافة مكتوبة إلكترونية، إذاعة الفزة وكذلك الصورة، ومن مختلف كذلك اللغات سواء بالأمازيغية العربية والفرنسية، اللي اكتشفنا منها واحد الدقة، واحد الإبداع، واحد الجمالية ديال الصانع التقليدي التيزنيتي والصانع التقليدي اللي كيخدم في الفضة الأمازيغي والمغربي، عندهم واحد الدقة واحد الجمالية لا تتصور. كذلك من هذه المشاركات وهذا التنوع هذا اكتشفنا واحد الجمالية، واحد الإبداع ديال الصحفيين والصحفيات في الأعمال ديالهم. كنتمنى لنا الجائزة وحنا في دورة تأسيسية أنها تطور المستقبل، أنه كذلك تكون تنافسية ما بين الإعلاميين والصحفيين سواء في تيزنيت أو في جهة سوس ماسة. نتمنى كذلك أنه نحافظوا على هذه الجائزة هذه من أجل المزيد من العطاء خصوصا الإعلامي والصحفي، وكذلك للاعتناء بالصانع التقليدي اللي كيخدم في الفضة بهذيك الدقة بهذاك الإبداع ديالو. بداية لابد أن أجدد الرحمات على روح الأستاذ والصديق والزميل ديالنا السي عبد العزيز الأبيض، نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته. تتويج بجائزة عبد العزيز الأبيض للصحافة والإعلام في نسختها الأولى المنظمة على هامش مهرجان تيميزار للفضة هنا بمدينة تيزنيت، ما هو إلا تكليف جديد ينضاف إلى باقة التكليفات اللي كاينة على عاتقنا من أجل على سبيل نقل الصورة ونقل الحقيقة للقارئ والمشاهد المغربي وكذلك الجهوي، وكذلك الإسهام في بناء مجتمع واع بقضاياه السياسية الاجتماعية الثقافية؟ التتويج بهذه الجائزة هذه أعتقد أنه هو نتاج ديال واحد العمل التشاركي، العمل الجماعي ديال مكونات جريدة العمق المغربي من إدارة النشر إلى إدارة التحرير، الصحفيين، المصورين، التقنيين، وجل مكونات العمق المغربي تشتغل في بشكل جماعي، وهذا الشيء اللي عطى هذه النتيجة هذه. وكذلك واحد الإشارة مهمة جدا هو هامش من الحرية الذي توفره هذه المؤسسة لمراسليها، لصحفيها، لتقنيها، لمصوريها، من أجل الإبداع والاشتغال على مختلف المواضيع. إذن هذه مناسبة لأشكر إدارة جريدة العمق المغربي على الثقة ديالهم، وأشكر كذلك جزيل الشكر إدارة مهرجان تيميزار هنا بمدينة تيزنيت اللي قاموا بإحداث هذه الجائزة هذه، لأنه هذه الجائزة أعتقد أنه بمقدورها وبإمكانها أنها تعطي شحنة إيجابية لقطاع الصحافة على مستوى الجهة، وغادي تمكننا كمراسلين وكصحفيين على مستوى جهات سوس ماسة من تعطينا واحد شحنة إيجابية من أجل أننا نبدأ. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.